الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واحببنا نحن وسائر المسلمين لمن تحب وترضى. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مفزون ولا فاضح. أدخلنا نحن وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأبواب الواردة في الكتاب، كتاب الطلاق، هو الكتاب 69 من الكتاب، كتاب 68، كتاب الطلاق هو الكتاب 68. هذا تقريبا ثالث مجلس فيه. باب لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا الخطاب موجه لنبينا ومن خلاله لسائر الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عليه بالتفصيل في سورة التحريم. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذا حرم الإنسان على نفسه الحلال لا يجب عليه الوفاء، لأنه الإنسان لا يحرم حلالا أصلا، اللي يحرم هو الله. فإذا حرمت على نفسك شيء حلال لا يجب في حقك الوفاء، دي أول حاجة. وهل يجب فيها كفارة يمين أم لا؟ قال العلماء: إذا كان مصحوبا بيمين، فإن قال والله لا أفعل كذا أو لا آكل كذا، يبقى عليه كفارة يمين، وإن لم يكن مصحوبا بيمين ليس عليه كفارة، فقد يتوب إلى الله. وفي قول آخر قالوا عليه كفارة
كفارة يمين بمجرد التحريم سواء كان مصحوبا بيمين أو لا. واضح؟ يبقى في مذهبان. مذهب أنه ليس عليه الوفاء ويجب الحنس. كويس؟ إذا حرم على نفسه الحلال. ولا يجب عليه كفارة يمين إلا إذا كان مصحوبا بيمين. أما إن لم يكن مصحوب بيمين فلا كفارة. المذهب الثاني قالوا إيه؟ قالوا عليه كفارة يمين سواء كان مصحوبا بحلف أم لا. فهمت بقى المسألة؟ دي خلاصة القصة. كأن قال مثلا إيه؟ يحرم علي أن أزور أخي. لأنه حصل بينه وبين أخوه مثلا خلاف فحلف إنه ما يزورش أخوه أو ما يزورش خاله أو ما يزورش عمه. كويس؟ ده فيها قطيعة رحم. يبقى أنا يجب عليه ألا يوفي بهذا. كويس؟ فلو قال لله علي ألا أفعل كذا كان نذر. والنذر له نفس حكم اليمين. فهمت إزاي؟ لكن لو قال يحرم علي أن أفعل كذا فهذا ليس من ألفاظ النذر ولا من ألفاظ اليمين. وبالتالي بعض العلماء قالوا عليه ألا يوفي ولا كفارة فيه. وبعض العلماء قالوا هو عند العوام من اليمين فله حكم اليمين. واحنا ننصح بانه هو لا يوفي بما حرمه وان يكفر يمين احتياطا. ننصح بهذا للخروج من الخلاف. باسم لنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيحه قال حدثني الحسن بن صباح. الحسن ابن صباح ده واسطي بغداد. أنه سمع الربيع ابن نافع. أنت مكتوب قدامك سمع. تقول أنه. قل من نبه عليه. تاخد بالك. عند القراءة تقول أنه. وعند الكتابة بتحذف. زي ما قلنا قال حساسًا ما يكتبش قال. أنت تقول قل من نبه على ذلك. فلازم تاخد بالك. واللي بيقرأ حدثني الحسن سامع الربيع حدثنا معاوية يبقى ما قراش على المشايخ. أول ما تسمع شيخ بيقرأ بالطريقة دي يبقى ما قراش على المشايخ. ده صحفي خد العلم من كتب. لكن العلم على المشايخ بالطريقة دي القراءة بالطريقة دي. فهمت إزاي؟ تقول إيه؟ قال حدثني الحسن بن صباح أنه مش كاتب أنه أنت تقول أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا مش كاتب قال انت تقول قال حدثنا. فهمت ازاي؟ ناخد بالنا من الحكايه لان انا بعض التلامذه اللي بيحضروا لي اقول له اقرا يقرا لي زي الكتاب ما يقراش زي ما بيسمع وده خطا وان لسه ما اتعلمتش. فهم؟ تقرا زي ما تسمع من شيخك. ونص على ذلك ابو عمرو بن الصلاح في مقدمه الحديث مقدمه علوم الحديث ان هناك فرق بين المكتوب وبين المكتوب. يعني هما لا يكتبون أشياء اختصارا على أنك تقرأها إذا قرأت. فهمت بقى المسألة؟ فناخد بالنا. أنه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. واحد قال ايه؟ على لزوجته هي علي حرام. هي علي حرام فيها مذاهب كتيرة. المسألة دي فيها مذاهب كتيرة. ملهاش حكم واحد. كل مجتهد اجتهد فيها. إذا قال هي علي حرام ذهب الشافعية إلى أنه ينظر إلى نيته. ماذا تقصد؟ إن قصد طلاقا يبقى طلاق. إن قصد ظهارا يبقى ظهار. إن لم يقصد شيء يبقى كفارة يمين. فهمت الشافعية حلوها إزاي؟ يبقى الشافعية حلوها بهذه الطريقة. قالوا نسألوا نيتك إيه لما قلت هي علي حرام؟ ماذا تقصد؟ قال ما أقصدش حاجة. بهدنها. نقوم نقول له كفارة يمين تطعم 10 مساكين. طب قال أنا أقصد
عصر ظهار يبقى كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. كويس؟ قال أنا أقصد طلاق، تبقى طلقة واحدة بائنة. طلقة واحدة بائنة، يعني بائنة يعني إيه؟ يعني لا يستطيع أن يردها في العدة. واضح؟ المالكية قالوا إيه؟ المالكية قالوا لو قال هي علي حرام، عندهم أقوال كثيرة في المسجد، لكن المشهور عندهم أنها تحرم منه بينونة كبرى، ثلاث طلقات. تبقى تقع ثلاث طلقات وما نسألوش أنت نيتك، ولكن لهم أقوال أخرى تشبه باقي المزاج، بس ده المشهور عندهم. كويس؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال لا، ده كده بيحرم شيء حلال عليه، واحنا قلنا اللي بيحرم الحلال ليس عليه شيء، يبقى ولا حاجة. ده سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس. فهمت بقى المسألة؟ يبقى فيها مزايا. يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لكم في رسول الله أسوة. سيدنا عبد الله بن عباس إيه؟ استدل من الآية ليه ليس عليه شيء؟ لأن النبي حرم ماريا، فقال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإن حرمها ولم يكن مصحوبا بيمين ليس عليه شيء، فإن كان مصحوبا بيمين عليه كفارة يمين. ده دليل مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. لكن العلماء قالوا لا، ده قياس مع الفارق، لأن هذه ملك يمين ونحن نتكلم على زوجة، وهناك فارق في الأحكام بين ملك اليمين والزوجة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده المجتهدين وافقوا سيدنا عبد الله بن عباس في المسألة، فكل اجتهد على وفق إيه؟ قواعد مذهبه. فهمت بقى المسألة؟ وقال لكم في رواية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إسوة وأسوة قراءتان متواترتان. وعن أبي قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة إن أن أيتنا أن أيتنا، ممكن تقول أن أيتنا بتخفيف النون كده، أن أيتنا وتبقى مرفوعة، لكن لو شددت تقول إن أيتنا، إن أيتنا، إن أيتنا، لو شددت تقول إن أيتنا، ولو خففت تقول أن أيتنا، وهي روايتين على فكرة البخاري بالتشديد والتخفيف. أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ سيدتنا زينب بنت جحش كانت ايه؟ بتعد للنبي شراب مخلوط بعسل اذا دخل عندها يشربه صلى الله عليه وسلم، فكان يتاخر عندها شويه، فالزوجات غاروا انه يتاخر عندها شويه عشان يمكث بقدر ما يشرب، فقالوا ايه؟ ستنا عائشه قالت لستنا حفصه اذا خرج الى اينا واقترب منا نقول شممت منك رائحة مغافير. مغافير ده نوع من الشجر اسمه شجر العرفط، بيطلع مادة صمغية اسمها المغافير، لو وقف النحل عليها يقوم ايه؟ يقوم يطلع العسل ريحته كريمة. كويس؟ فهم عايزين يكرموا النبي بشرب العسل ده عشان ما يقعدش عندها كتير، يقوموا يقولوا له ان في رائحة كريمة. فاهم؟ فستنا عائشة تزعمت هذه الخطة وقالت لي ستنا حفصة لما يمر عليكي اعملي كذا. كويس؟ وانا لما يجي لي هقول له كذا.
علشان ما يشربش عند زينب اللي بيشربه ويقعد عندها اكتر ما بيقعد عندنا. كويس؟ غيرة الزوجات. فقالت له ذلك، وعلشان كده ايه نزلت الايه ان تظاهر عليه. ان تظاهر يعني تتفق عليه، تظاهر بالمثنى اللي هي تبقى عائشه وايه وحفص رضي الله عنه. فدخل على احداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود اليه، ولن اعود اليه. في سورة التحريم ايه؟ قال ايه؟ وحلفت لا تخبري لاحد، حلفت، عشان كده حلت ايمانك. يبقى هو حرم على نفسه العسل وحلف. فعشان كده المذهب اللي قال ايه؟ اذا كان مصحوب التحريم بالحلف يبقى عليه عليه ايه؟ كفارة يمين. لو مش مصحوب بالحلف يبقى يمتنع ولا يوفي ما حرمه ولا شيء عليه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كأنه لغو. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفص، إن تتوبا يبقى إيه؟ ده الكلام موجه بالمثنى لعائشة وحفص. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. طبعا احنا ايه تناولنا الموضوع ده بالتفصيل في سورة التحريم ايام ما كنا بنقرا في كتاب تفسير القرآن في البخاري. وعن ابي قال حدثنا فروة بن ابي، يبقى هم قاسوا انت علي حرام بتحريم النبي على نفسه العسل، لاننا الزوجة له حلال فحرمه والعسل له حلال فحرمه. فهمت بقى ازاي؟ قاسوا على هذا. وهذا قياس مع الفرق. هذا قياس مع الفرق. لأن العسل ليس له وجه تحريم محرم على أي وجه كان، لكن المرأة قد تحرم إن لم تكن زوجة فلها وجه محرم، فلا يجوز أنك تقيس هذا على هذا. فهمت بقى إزاي؟ فقال القياس مع الفائدة. فموقوف سيدنا عبد الله بن عباس في قياسه في المسألة على هذا الموضوع. فهمت بقى المسألة؟ وعلى قصة ماريا أن ماريا ملك يمين وليست زوجة، فلا تقاس الزوجة على ملك اليمين، لأن ملك اليمين لها أحكام والزوجة لها أحكام. فهمت بقى المسألة؟ فقالوا ده قياس مع الكلام. وعن أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلواء. والحلوى ينفع تقول الحلواء وتقول الحلوى، الاثنين كده صح يعني بالمد والقصر يعني الاثنين صح. وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيبنو من إحداهن. يعني كان النبي بعد ما بيخلص صلاة العصر يمر على نسائه إيه عشان يسأل أخبارهم إيه، ليهم طلبات أو شيء من هذا، ويبنو منهن يعني قد يقبل واحدة أو إيه يقترب منها أو شيء منها. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. فغرت، هنا قالت ان اللي غاب عندها حفص، والروايه اللي هناك قبلها زينب. تمام؟ يبقى تعددت القصه. تعددت القصه، كان احيانا حفصه تعمل له عسل شراب حلو، احيانا سوده تعمل له، احيانا زينب بنت جحش. فلما كسر الامر ده اتفقوا على مع حفصه، اتفق مع حفصه لما كان بيشرب عند زينب. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الاول تعددت الواقعه علشان ما يبقاش فيه تناقض في الاحاديث.
لأن الأيام بتتدوالى، فيوم عند حفصة، يوم شرب عند زينب، يوم، لكن ما نزلتش الآية إلا لما اتفقت عائشة مع حفصة. فإن بقى اللي تظاهرت عليه يا سيدتنا عائشة وحفصة، بالرغم إن هنا في الرواية دي إن حفصة هو اللي شرب عندها إيه؟ العسل، بس في الرواية دي ما كانش سبب لنزول هذه الآية. فهمت بقى المسألة؟ يعني في الرواية الثانية إنه كان يحتبس عند سودة، فكانت تعمل له شراب في عسل. فهمت بقى؟ فربما إن هم الزوجات كانوا بيعملوا للنبي شراب يشربه، لكن أكثر واحدة مواظبة على هذه العادة ستنا زينب بنت جحش. فغاروا بقى من زينب بنت جحش، عشان مش كل مرة بيبقى عندهم هم الشراب مستعدين لإعطائه للنبي، لكن زينب بنت جحش كانت باستمرار تعد للنبي هذا، لأنها كانت امرأة إيه صناع، يعني كانت ماهرة في شغل البيت. كانت باستمرار تعمل حاجات كده، وتبقى باستمرار عندها مأكولات ومشروبات أي حد يزورها وتعد للنبي هذا. فغاروا بقى أحسن، النبي يميل لزينب أكثر. فهمت؟ لكن الرواية دي خد بالك بيتكلم إن هي إيه تأخر عند حفصة في الرواية. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي. ستنا عائشة سألت جويرية خادمة عندهم في البيت، قالت لا تعالي جويرية، خش كده عند حفصة اعرف النبي بيتأخر عندها ليه، تعالي قولي لي. فعلشان كده صلت البنت. فجويرية دخلت وطلعت قالت لها بيشرب ماء فيه عسل. فهمت؟ عرفت بس. فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. عكة من عسل زي ما تقول برطمان عسل، احنا نقول عليه دلوقتي ايه برطمان عسل، وعاء فيه عسل. كان بيستعملوه وعاء من جلد كده زي التربة ويحطوا جواه العسل، ده اسمها العكة. أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، من عسل الطائف، الطائف كانت مشهورة بالعسل. فهمت ازاي؟ فسقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شربا. فقلت أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة، هنا بقى إيه؟ قالت لسودة. فهمت في الرواية دي؟ فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحوه العقد. يعني بتلقنها بالخطة. فهمت ازاي؟ بتلقنها، هتقولي له كذا يقول لك كذا، تردي عليه كذا يقول لك كذا، حتى ايه ما توصل للمرحلة اللي بيها تثبت للنبي إن في رائحة كريهة من فمه، والنبي كان يكره أن تخرج منه رائحة كريهة لأنه كان يخاطب الملك. فهمت ازاي؟ فهي عايزة توصل لهذه الخطة. وجرست يعني إيه؟ يعني رعت، جرست نحلول عرفت يعني رعت إيه؟ يعني وقفت على شجر العرفت اللي هو فيه المغافير اللي هو إيه؟ السمر اللي طعمه كطعم العسل. جرست يعني رعت، يعني وقفت عليه. جرست نحلول عرفت وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك. يبقى هم عملوا خطة، حزب مكون من ستنا عائشة وسودة وصفية، التلاتة هيقولوا نفس القصة عشان النبي إيه ما يعملش كده عند حفصة تاني ويشرب عندها. كويس؟ وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه أو أناديه، في رواية أناديه ورواية أبادئه يعني أبدأه بما أمرتني به فرقا منك. كانت ستنا سودة تخاف من ستنا حفص عائشة، ستنا سودة ست كبيرة وكاد النبي أن يطلقها، فإيه فخافت النبي أن يطلقها فتنازلت عن يومها لعائشة تقربا للنبي. احنا قلنا الحكاية دي فإن إيه فإن خافت إيه من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن
يصلح بينهما صلحا، او ان يصلح بينهما، ان يصالح بينهما صلحا. دي قراءه كده قلناها في سوره النساء لما قلنا ان سيدتنا سودة ده نزلت عن ليلتها ويومها لعائشه على ان تبقى زوجه للنبي ولا يطهر، لانها كانت امراه كبيره وكان خايفه احسن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفكر ان يطلقها. فكانت في نفس الوقت بتخاف ان عائشه لان النبي بيميل ليها تغير قلبه ناحيه سودة، فكانت اي حاجه تقول لها عائشه تنفذها لها خوفا منها لحسن تغير قلبه ناحيتها. علشان كده ستنا سودة ما كانتش عايزه تعمل كده، بس مضطره خايفه من عائشه. فهمت ازاي؟ هي نفسها مش مبسوطه، لكن في نفس الوقت بتبص لعائشه خايفه لحسن ما تنفذش الخطه عائشه بعد كده تعمل فيها مشكله ثانيه. ده بيبين لك يعني ان الضرائر خايفه يا غارو، وان هذه الغيره اللي بين الضرائر ربنا بيغفرها لنا. ليه؟ لضعف النساء ناحيه ناحيه الزوج والغيره من الضرائب مع بعضهم البعض، فربنا بيعذرهم يعني كويس، لان هو اللي خلق فيهم هذه الغيره عشان يحافظوا على زوجهم وعلى بيتهم. فلما بتزيد عن حدها شويه ربنا بيعدها لك. فهمت بقى المساله؟ فهنا بتقول فوالله ما هو الا ان قام صلى الله عليه وسلم على الباب فاردت ان ابادئه او اناديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست محلول عرفك. الخطة تمت. فلما دار إلي ستنا عائشة قالت فلما دار إلي، قالت ستنا عائشة، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. ستنا سودة بقى ضميرها أنبى، النبي حرم نفسه من من شراب العسل وكان يحبه بسبب الخطبة دي، فضمرها أنبة. فقالت قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. ستنا عايشة قالت لا اسكتي، انت مش فاهمة حاجة، ده احسن يميل لحفصة ونضيع احنا. يبقى تعددت الوقائع قبل نزول الآية عليك. ما نزلتش الآية إلا لما حصل بقى وخارج من عند زينب وراحت عملت الخطة مع حفصة، فنزلت الآية هنا بخصوص سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة. باب لا طلاق قبل النكاح. دي قضية بقى فيها خلاف كبير بين الفقهاء والعلماء، يمكن على أربع مزايا. لو واحد قال إذا تزوجت المرأة فهي طاهرة، يعني طلق قبل ما يتجوز، طلق قبل ما يتزوج، قال للامرأة لو تزوجتك فأنت طاهرة، امرأة بعينها، أو قال أي امرأة تزوجت فهي طاهرة، امرأة من غير معينة. طب إذا تزوج هذه المرأة أو تزوج أي امرأة وهو لم يعين، هل يقع طلاقه ولا لا يقع طلاقه؟ فهمت بقى؟ في مذهب قال لا يقع مطلقا، وده مذهب الشافعي. الشافعي قالوا لا يقع مطلقا سواء عين او لم يعين. فهمت بقى؟ قالوا لا يقع طلاقه مطلقا لانه ليس له طلاق فيما لا يملك، ولانه عندما طلق لم يجد الطلاق محل لينفذ فيه، لم تكن له زوجه، وبالتالي كانه له. فهمت كلام الشافعي؟ يبقى الشافعية قالوا لا يقع مطلقا سواء عين أو وقت أو لم يعين. وقت يعني يعني حدد موعد معين، قال إذا تزوجت في شوال فهي طالق. فجاء اتجوز في شوال طالق، لأن وقت معاد.
فهم؟ أو حدد محلة معينة، مكان معين، لو تزوجت من القاهرة فهي طالق، يبقى أي واحدة قاهرية تبقى طالق على طول. فهمت إزاي؟ دي اسمها إيه؟ حدد محلة، يعني محل، مكان، أو حدد وقت، أو حدد امرأة بعينها، أو لم يحدد. قال أيما امرأة تزوجت فهي طالق. الشافعية لم يفرقوا بين هذه الصور كلها. قال لك كل ده لا يقع مطلقا، ولا يلزمه الطلاق مطلقا لأنه لم يجد محلا. فهمت إزاي؟ الأحناف عكس الشافعية، قالوا يقع مطلقا. الأحناف قالوا إيه؟ يقع مطلقا، لأن هذا اليمين يفضل معلق كده لحد ما يلاقي له محل يروح لابس فيه. فهمت إزاي؟ يفضل يمين الطلاق ده واقف متعلق كده وزي الطائر، هو اللي ألزم نفسه بيه. أول ما يتجوز يروح واجد المحل، يروح واقع الطلاق عليه، سواء كان معين أو مش معين. واضح؟ فهمت المسألة؟ الملكية في الصلب، الملكية قالوا لو لم يعين لا يقع، ولو عين أو وقت يقع. فهمت بقى المسألة؟ أقول تاني ولا واضحة؟ واضحة. بس أوعى تعمل كده. إن شاء الله. لكن إحنا بنقول دي مشاكل كان بيعملها الرجالة في نفسهم، ويروح للفقهاء، يقوموا الفقهاء لابد إن يلاقي له حل. فهمت بقى إزاي؟ في بعض الشباب متجوزين بيقعدوا يهزروا مع بعض علي الطلاق، علي الطلاق، هم لا، ما احنا قلنا بقى هتبقى فيها المذاهب دي كلها. نفتي بمذهب الشافعيه ان ايه لا يقع مطلقا وخلاص. وبعدين نفس لفظ علي الطلاق ده اصلا لفظ فيه اشكال. علي الطلاق يعني يلزمني ان اطلق، مش معناه ان انا اتطلق، مش كده برضه؟ علي يعني يلزمني، يلزمني، ولكن انا نفذت. فهمت ازاي؟ زي ما اقول علي ان اكل يبقى انا اكلت، علي أن أتحرك يبقى أنا أتحرك، علي أن أضربك ده أنا قمت ضربتك. فهمت إزاي؟ فعلي دي مش معناها أنت طالب، مش جازم يعني، وبالتالي فيه إشكال. وبعدهم قال أن علي الطلاق ده يمين، فيبقى لي كفارة يمين. وبعدهم قال هو من الكنايات، هو من معلش، ما هو لو ما اتجوزش يبقى برضه إيه؟ يمين طلاق، ويبقى بقى يبقى في المذاهب اللي إحنا قلناها، لا يقع مطلقا او يقع مطلقا او يقع اذاعيا او وقت. فهمت بقى المساله؟ وبعض العلماء قالوا علي ده من الفاظ اليمين، يبقى عليه كفاره يمين وخلاص. فهمت بقى ازاي؟ يعني فيها مذاهب كثير. باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى مذهب الشافعيه جايبينه من الايه، وكذلك من حديث هنقراه دلوقتي. الايه بتقول ايه؟ اذا طلقتم النساء، اذا ايه؟ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يبقى الطلاق ياتي بايه؟ الطلاق بعد النكاح، يبقى ما فيش طلاق قبل النكاح. الايه بتقتضي الترتيب يعني. الترتيب بدليل ثم. فهمت ازاي؟ إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل أن إيه؟ تمسوهن، يعني من قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى تطلب طلقة بائنة وليست عليها عدة، وتاخذ نفقة المتعة، مش كده؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، يبقى تاخذ نفقة المتعة بس، وتاخد ايه؟ نصف المهر، مش كده برضو؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، يبقى سيدنا عبد الله بن عباس ايه رايه؟ وافق راي الامام الشافعي، مش كده برضو؟ او الامام الشافعي يوافق راي سيدنا عبد الله بن عباس، لان سيدنا عبد الله بن عباس طبعا اقدم صحابي، سيدنا الامام الشافعي من تابعي التابعين. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك، خد بالك، يروى جايبها بصيغه التمريض، صيغه ايه؟ التضعيف يعني. يعني بعضها لم يثبت، هذه الاخبار اللي جاي يجيبها بعد الصيغه دي لم يثبت عنده على شرطه. فهمت ازاي؟ يبقى لم يثبت عنده على شرطه، طالما قال يروى يحكى
يذكر يقال، كل دي سير تمرين فهمت ازاي؟ ويروى، ولكن روايه ابن عساكر قال وروى، جايبها في صيغه ايه؟ التعليق اللي هي ايه؟ الجازمه. ويروى في ذلك عن علي، برضه سيدنا علي كان يرى انه لا طلاق يقع قبل النكاح. واضح؟ وسعيد بن المسيب وعروه بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن وعبيد بن عبد الله بن عتبه وابان بن عثمان وعلي بن حسين اللي هو المشهور بزين العابدين، علي زين العابدين، وشريح، شريح القاضي، وسعيد بن جبير، والقاسم، قاسم بن محمد بن عبد الله بن ابي بكر الصديق، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، وطاووس اللي هو طاووس عالم اهل اليمن، والحسن اللي هو الحسن البصري. كل دول قالوا لا يقع الطلاق طالما قبل النكاح، فهمت ازاي؟ قالوا لا يقع مطلقا، لا يلزمه. وعكرمه وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي، كل دول انها لا تطلق. طبعا في تفاصيل، بعضهم ميز بين المعينه وغير المعينه، بعض اللي قالهم دول، وبعضهم لم يميز المطلقه. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده جابها بصيغه التنبيه. ليه؟ لان كانه يقول لك خلاصه المساله وفيها تفاصيل. كانه عايز الامام البخاري يقول لك كده، ان خلاصه المساله انها لا يقع ولا يلزمه الطلاق مطلقا، وده رجحه الامام البخاري من خلال هذا الباب، فكان تنبيه الامام البخاري يوافق مذهب الشافعيه. وان كان في بعض من ذكر من هؤلاء، يعني ذكر حوالي 23 لما تعدهم كان تلاقي 23 مذهب كلهم موافقين بعض في المساله انه لا يلزم. الحقيقه انه بعضهم ميز بين اذا عين او لم يعين. فهمت ازاي؟ يعني لو عين يعني قال فلانه لا تزوجت فلانه فهي طالق، هنا يقع. لكن لو لم يعين لا يقع مطلقا. لو تزوجت امراه، اي امراه يعني، فهم؟ وبعضهم قال لا، سواء عين او لم يعين لا يقع الطلاق. فهم؟ والامام ابو حنيفه رايه انه يقع مطلقا. يقع مطلقا ونلزمه بكلامه. واضح؟ باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. يعني لو قال على مراته دي أختي، هل يبقى ظهار ولا طلاق ولا لا شيء؟ فهمت ازاي؟ يعني مراته معاك وبيعرفك بالناس، فلانة أختي، ما قالش زوجتي، هي زوجته بس قال لهم ايه؟ اختي. فاهم؟ هل يقع ظهار ولا يقع طلاق ولا لا يقع شيء؟ وهل هذا حرام ويزول الحرمه اذا كان مكره فيباح له ذلك، ولا انه ليس بحرام اصلا ويبقى من اللغو من الكلام؟ فهمت بقى المساله؟ ما هيجيبها لك، هيجيبها لك. سيدنا ابراهيم كان مكره، كان سيدنا ابراهيم مكره، لانه كان عاده الجبابره ان لو كانت المراه لها زوج وحب ياخذ المراه دي يقتل الزوج، لو كانت غير مزوجه ايه يبقى ايه يطلب ان يتزوجها لو ارادها، يبقى عنده امل انه يحصل عليها بطريق، وبالتالي يترك الرجل الذي معه. فلما دخل سيدنا ابراهيم مصر وكان فيها جبار من الجبابره، وسيدتنا ساره كانت جميله، فاخبروا الجبار ده ان في رجل دخل مصر ومعه امراه جميله لا تصلح الا للملك، فالملك ارسل اليها
فسيدنا إبراهيم قال بقى إيه؟ إذا سألك عني فقولي أختي، عشان ما يقتلوش، فهمت؟ وبعدين دعا لها ألا يقربها، فكان الرجل كل ما يجي يقرب لها إيده تتشل، فهمت؟ ففي الآخر خاف منها وأطلق سراحها وإداها ستنا هاجر هدية. القصة المعروفة. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه، يعني لا طلاق ولا ظهار ولا شيء عليه، فهمت بقى إزاي؟ ولا يأثم كمان، فهمت المسألة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. ويبقى معناها أختي يعني أختي في الدين، أختي في الإسلام، أختي في الإنسانية، يبقى تحمل معنى صحيح بعيد، فهمت ازاي؟ وتحمل معنى غير مراد وهو القريب، اسمه تعريض، فهمت بقى؟ ده من باب التعريض. باب الطلاق في الإغلاق. الطلاق في الإغلاق، اختلفوا على الإغلاق، بعضهم قال هو الغضب وبعضهم قال ايه؟ هو الإكراه، والراجع انه الإكراه، لأن لو قلنا إن طلاق الغضبان لا يقع يبقى مش هيقع أي طلاق في الدنيا، لأن عمره ما أحد هيطلع مراته وهو مبتسم كده وسيد، لازم هيكون غضبان. فلو قلنا طلاق الغضبان لا يقع يبقى لا يقع طلاق أصلا. فهمت إزاي؟ وبالتالي يبقى إيه؟ طلاق الإيه؟ لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. يعني لو أكره أحد، وإن كان الإمام أبو حنيفة عنده أنه يقع الطلاق المكره. الإمام أبو حنيفة مذهبي إيه؟ يقع طلاق المكره. قال لأن له نوع اختيار، بدليل ان هو ايه؟ يعني ايه؟ تكلم به. لكن الامام الشافعي عنده ايه؟ لا يقع طلاق المكره الا اذا بان انه له نوع اختيار، يعني قال له ايه؟ طلق زوجتك ثلاثه، قال هي طالق واحده. الله، يبقى ما فيش اكراه، في نوع اختيار اهو، يبقى يقع طلاق واحده. فهمت بقى ازاي؟ لكن لما يقول له طلق زوجتك ثلاثة ومسك المسدس، قال له هي طالق بالثلاثة، لا يقع شيء عند الشافعي. لكن لو قال هي طالق مرة وما قالش ثلاثة زي ما أكرهه بالظبط، يبقى له نوع اختيار، يبقى بالتالي يقع طلاق. فهمت المسألة؟ يبقى لازم أن يكون إكراه ملجئ، وإنه يبقى الذي أكرهه قادر على العقوبة، عنده القدرة على العقوبة. فهمت إزاي؟ مش ماسك لك مثلا عامل له بايده كده زي المسدس ويقول طلع مراتك. انا بقول ايه يا طالب؟ يقول له اكرهني، اكرهك ايه؟ ده بيهرج معاك لحد انا ماسك ايدك وماسك سلاحك. فهمت ازاي؟ لازم يكون اللي بيطلق يكون ايه؟ عنده القدره على انفاذ ما ايه؟ العقوبه. فهمت بقى المساله؟ باب الطلاق في الاغلاق. وكانوا عملوها فيلم بيقول لك طلاق مش عارف ايه، زواج مش عارف فلانه من فلانه بابا. فيلم الزوجه الثانيه، عشان اكره الواد الفلاح ان يطلق مراته علشان ايه العمده يتجوزها لانها كانت بتنجب وهو ما بينجبش من زوجاته. فهمت ازاي؟ الفيلم بتاعه، وقاعد يجيب لك راجل كده في البلد ايه مجذوب كده يمشي يقول لك فلان من فلانه بابا. لكن هو صحيح على مذهب الاحناف. فهمت ازاي؟ والظاهر ان الشيخ البلد، الشيخ اللي هو امام المسجد اللي اجاز العمده على هذه الفعله كان حنفي. فعلشان كده جابوها لك علشان يقول لك ايه حكم علماء السلطه، يعني العالم ماشي مع ايه؟ مع العمده عشان هو اللي في ايده السلطه، وده خطا. العالم كان مذهبه كده، مذهبه حنفي. ايه المشكله؟ ما مشيش مع العمده ولا حاجه، العمده راح ساله، قال له لو اكرهته على طلاق هيجوز يا عم الشيخ؟ عمه الشيخ ده حنفي، قال له يجوز. فهمت ازاي؟ فراح عمل الثاني، الراجل المكذوب ده اللي ماشي يقول طلاق فلانه من فلانه باطل، ما درست المذهب الحنفي، درس المذهب الشافعي والمالكي. فهمت ازاي؟ فقال باطل. فهمت بقى ازاي؟ فيعني فيها مذاهب، فيها مذاهب. احنا نميل لمذهب الشافعيه ليه؟ لان اذا كان ربنا قال في الكفر، في الكفر انك انت لو كفرت تحت الاكراه لا يقع، فالكفر ولا الطلاق؟ الكفر أشد. إذا كان الكفر لا يقع يبقى الطلاق من باب أولى. مش بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يعني يجوز تنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. فهمت ازاي؟ ولا يقع كفرا. فإذا أكرهت وطلقت فلا يقع طلاقا من باب أولى، لأن الكفر حرام قطعا من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، والطلاق أقصى ما يقال فيه أنه أبغض الحلال. فهمت ازاي؟ فهمت المسألة؟ عشان كده رأي الشافعية أقوى، وعشان كده الواد المكذوب اللي في الفيلم ده كان بيقول المذهب الرابع. فهمت بقى المسألة؟ أفلام حرام أصلا، مذهبي كده. لكن إيه، قبل ما كان يبقى ليا هذا المذهب كنت ساعات بتفرج على الأفلام وأنا صغير. باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، يعني طلق وهو مكره. وكأن الإمام البخاري ما يقول في الإغلاق والمكره، الطلاق في الإغلاق المكره، كأنه عرف الإغلاق بالمكره. يبقى عرف الإغلاق بإيه؟ بالمكره. والسكران يعني حكم طلاق السكران، برضو اختلفوا في طلاق السكران اختلاف كبير العلماء. بعضهم قال يقع طلاق السكران إن كان متعديا بسكره، يعني متعدي بسكر يعني ايه؟ يعني شارب خمره وعارف انها خمره ويعلم التحريم ويقصد انه يشربها. فلو شربها وعارف كل ده بكمال الاختيار ثم طلق يقع طلاق عقوبه له لانه متعدي بسكر. لكن لو لم يكن مكره، يعني لو لم يكن يعني عامدا، شرب سائل على انه عصير طلع خمره فسكر فطلق مراته، لا يقع طلاق لأنه لم يتعدى بسكره. فهمت ازاي؟ وإن كان الإمام الطحاوي رجح وكذلك الليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم أن طلاق السكران لا يقع مطلقا سواء كان متعديا بسكره أو غير متعدي بسكره. فهمت بقى ازاي؟ سواء كان متعديا بسكره أو غير متعديا بسكره. قال لك يعني إيه؟ يعني لو واحد كسر رجل نفسه وصلى وهو قاعد يبقى صلاته بطلة؟ ما هو تعدى على نفسه وكسر رجل نفسه فاضطر يصلي وهو قاعد. فهمت ازاي؟ صلاته تبقى باطله لان هو، ولا صلاته صحيحه يا فقهاء؟ قالوا صلاته صحيحه. قال اذا برضه نفس الحكم، سواء بقى فعلها بيده عامدا او لم يفعلها، العبره انه عند وقوع الطلاق لم يملك عقله. بس طالما لا يملك عقله عند وقوع الطلاق يبقى لا يقع. والمذهب ده مريح شويه في زماننا ده. ليه بقى؟ لان الوقت انتشر حاجات غير الخمره بتخلي الناس تطلق على الفاضي وعلى المليان، ياخد حشيش، ياخد افيون، ياخد الاقراص المخدره اللي بياخدوها دي، واخد بالك؟ كل دي الحاجات اللي بياخدوها المخدرات والمفدرات دي بتخليه مش في كامل قواه العقليه، فممكن يطلق مراته على اتفه سبب. فنيجي ايه؟ نفتي بالمذهب اللي قال انه لا يقع مطلقا وخلاص، لان دي عالم مهابيبه عشان نحافظ على البيوت. لكن على مذهب الشافعي يقع لانه مجرم، لانه هو راح جاب المخدرات دي وعارف انها مخدرات وبيشربها مخصوص، يبقى متعدي بسكره. فهمت بقى ازاي؟ يعني المساله فيها سعه. وعشان كده مواضيع الطلاق يا جماعه لكثره المزايد فيها واختلاف الفقهاء فيها، عليك اذا وقعت فيها الا تسال شيخا معينا، بل تذهب الى دار الافتاء المصريه. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان دار الافتاء المصريه عندهم ناس متخصصين مخصوص في الطلاق بس، يقعد بقى يحقق معاك زي القاضي كده ويدي لك الايه؟ الفتوى المختاره التي تفيدك انت في حالتك انت الشخصيه. فهمت ازاي؟ فلا ننصح الناس انها تقع في مثل هذه الاشياء، ولو وقع يبقى لا يستفتي اي شيخ ولو دكتور كبير في الازهر. فهمت ازاي؟ ولو حتى كان شيخ الازهر على عيننا وعلى راسنا يروح لدار الافتاء. فهمت ازاي؟ لان الشيخ هيفتيك على مذهبه، لكن في دار الافتاء هيفتيك على ايه؟ على اهون المذاهب التي تحافظ على بيتك، وفي نفس الوقت هيبستفك شويه ويأدبك ويقول لك ما تعملش كده تاني، ولو جيت هنا تاني مش عارف اعمل فيك ايه، وحاجات من علشان يأدبه يعني عشان ما يتسرعش. لكن احنا بنتعلم الحاجات دي ايه؟ لمجرد اننا نعرف قد ايه الشرع حكيم وقد ايه الشرع فيه ساعة في المزاد. فهمت ازاي؟ مش علشان نقرا باب الطلاق نروح نطلق، نقرا باب مش عارف نعمل فهمت القطع نروح نسرق عشان تقطع ايدينا، لا، بنقرا عشان نتعلم مش عشان ننفذ. ها، في اشياء تقراها لتتعلمها.
الطلاق في الإغلاق والمكره. يبقى بالعطف هنا والمكره إما عطف تفسير أو أن الإغلاق هو إيه؟ هو الإكراه مع إيه؟ بسبب الغضب، سوء الخلق يعني. والسكران والمجنون، طلاق المجنون برضو لا يقع كده برضو. وأمرهما، يعني هل السكران والمجنون أمرهما واحد؟ حكمهم واحد يعني؟ ولا يميز؟ والغلط والنسيان في الطلاق، الغلط والنسيان يعني جاي يقول لها حاجة فغلط قال لها أنت طالق، فهمت ازاي؟ يعني بتقول له اروح بيت ابويا ازوره عشان ابويا عيان، فجاي بدل ما يقول لها ايه انت ايه يعني ايه روحي له، فقال لها ايه انت طالق يعني مطلقه يعني روحي. ما يقصدش الطلاق بمعنى الطلاق، يبقى ده اسمه غلط. او النسيان يعني ايه؟ يعني قال وناسي، يروح للشيخ انا ناسي يا عم الشيخ، هل انا قلت لمراتي انت طالق ولا مش قلتلهاش؟ مش فاكر خالص. افتكر يا ابني عصر المهدي، مش فاكر خالص. طب هل يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. فهمت ازاي؟ طالما ناسي. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، مش كده برضه؟ الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. والغلط والنسيان في الطلاق والشرك، وكذلك الاكراه عند الشرك قياسا على الشرك يعني. يعني اذا كان في الشرك الاكراه عليه لا يثبت الكفر، لو نطقت بكلمه الكفر، يبقى الاكراه على الطلاق لا يثبت الطلاق قياسا على الشرك. وفي روايات البخاري والشك، والشك زي النسيان. فهمت ازاي؟ يعني هو شاكك، يا ترى قال ولا ما قالش، مش فاكر. وغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأحكام دي جاية بسبب إيه؟ قول النبي إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. يعني لو قال أنت طالق ولا ينوي يقصد الطلاق، فاهم؟ قد يقصد الحكاية، قد يقصد الحكاية. فهمت إزاي؟ زي ما اديت لك أنا مثال كده، راجل بيمثل تمثيلية، نحن لا نجيز التمثيل بس أنا بدي لك مثال فقهي. ممثل بيمثل مع ايه؟ مع زوجته اللي في الحقيقه زوجته، وبعدين التمثيليه انه هيقول لها انت طالق. فهمت ازاي؟ فهي في الحقيقه زوجته وفي التمثيليه زوجته. فهمت ازاي؟ فراح قال لها اثناء التمثيل انت طالق، لان الروايه بتقول كده. فهل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا يقع. ليه؟ لانه العبره بالنيه، لان هو يقصد الايه؟ التمثيليه، يقصد التمثيل ولا يقصد ايه؟ الوقوع الحقيقي. فهمت بقى ازاي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى. يعني لازم علشان يقع الطلاق يقع ايه؟ من عاقل مختار عامل، خد بالك، ذاكر، مش ناسي يعني. لازم كده. يبقى لازم يبقى عاقل مختار، عاقل مختار عامد ذاكر. لو اشترك، لو اي حاجه من الاربعه دول حصل فيها خلل يحصل خلل في الحكم. فهمت بقى المساله؟ وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، علشان يقول لك ان طلاق الايه؟ المخطئ لا يقع وكذلك الناسي. فقال ايه؟ ربنا بيقول لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا ايه في اخر السوره قال قد فعلت، يعني استجبت. فهم؟ فاستدل على عدم وقوع طلاق المخطئ والناس. لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. وما لا يجوز من اقرار الموسوس. وبيان ما لا يجوز من الموسوس، اللي هو ايه؟ اللي عنده حديث نفس. مش النفس توسوس؟ فهمت ازاي؟ يعني بيحصل حديث نفس يسموه وسوسه. فواحد في نفسه كده حدثته ان يقول لمراته انت طالق، فهل هذا يقع ولا لا يقع؟ ما يقع، لان العبره بخروج اللفظ لا بايه؟ بحركه
القلب في الكلام، القلب النفسي، فهمت بقى ازاي؟ لازم يخرج اللفظ الواضح. وما لا يجوز من إقرار الموسوسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟ أقر على نفسه بالزنا اللي هو ماعز. قال للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: زنيت يا رسول الله طهرني. فالرسول قال له: أبك جنون؟ دل على أن إقرار المجنون لا يقع. ولو ما كانش إقرار المجنون لا يقع ما كانش النبي استفسر وقال له: أبك جنون؟ ومش كده وبس، وسأل كمان إن إيه يشوفوها، هل هو سكران ولا لا؟ فبقوا يشموا نفسه، دليل برضو أن السكران لا يؤخذ بإقراره، فهمت إزاي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: أبك جنون؟ وقال علي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام: بقر حمزة خواصر شارفي فطفق، هي شارفي أحسن، ما دون شارفي يبقى اثنين، هي شارفي. لكن عندي هنا لا يحقق يبقى شارفي، أصل ما أقول شارفي يبقى معناه اثنين. هل كانوا اثنين ولا كان واحد؟ هو كان واحد، كان جمل واحد جابه سيدنا علي اشتراه علشان يستعين به على ايه؟ على وليمة فاطمة لما أراد أن يتزوجها، مش كده؟ وكان ربطه بره، وسيدنا حمزة مع مجموعة من الأنصار قاعدين بيسكروا قبل تحريم الخمر. فقام إيه؟ واحدة غنت وقالت: قم يا حمزة إلى الشوارف النوخي واقكر بطونها واعمل مش عارف، حمسته. فراح قام راح إيه ذبحها وطلع كبدها. سيدنا علي دخل لقى الشارف بتاعه منبوح اللي هو كان هيستعملها في زواجه من فاطمة، فزعل جدا. فراح اشتكى حمزه للنبي قبل تحريم الخمر، لان سيدنا حمزه مات في احد، والخمر حرمت بعد احد. خير. وقال علي: بقر حمزه خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه واله وسلم يلوم حمزه. يعني النبي ايه راح يلوم حمزه على فعله. فاذا حمزه قد ثمل، يعني ايه ثمل؟ يعني سكر، محمرة عيناه. ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ بص للنبي كده من فوق لتحت وهو سكران وقال له كده: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انتوا شوية خدامين عندنا جاي تلومني؟ يبقى ما أدركش إن ده النبي، فقد عقله والنبي ما لموش ومشي. يبقى السكران لا يلام على أفعاله لأنه غير مالك لعقله، هو عايز يجيبها لك الإمام الشافعي من هذه الجهة، يعني فهمت إزاي؟ وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج، وخرجنا معه ولم يوبخه. دليل عدم توبيخه أن السكران لا يؤاخذ على أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ضمن حمزة جمل يجيبه لسيدنا علي بدل، بعد ما فاق بقى قال للحمزة: هات جمل ثاني لعلي بدل. يبقى لا يلام حال سكره، ويضمن بما أتلف من مال، يضمن ما أتلفه من مال حال سكره. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق مطلقا. سيدنا عثمان كان يرى أن السكران سواء متعدي أو غير متعدي ده فاقد عقله فلا يقع طلاق. بعض العلماء قال لك احنا لازم نميز بين السكران المنتشي اللي هو يجري بعقله والسكران الثامن اللي هو فقد عقله بالكلية. فإذا كان منتشيا فقط لكن يدرك ما يقول يقع طلاق، فهمت إزاي؟ أما إن كان لا يدري ما يقول، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهمت بقى إزاي؟ يبقى لابد أنه يعلم ما يقول. فإن كان يعلم ما يقول في أول السكر بيبقى يعلم ما يقول وقت الانتشار، لكن بعد كده لا يعلم ما يقول. فإن طلق حال السكر المبدئي ده ويعلم ما يقول يقع طلاق، وإن طلق وقت ما لا يعلم ما لا يقول لا يقع طلاق مطلقا، سواء كان متعديا بسكره أم لا. وده مذهب سيدنا عثمان بن عفان
وسيدنا ايه الاوزاعي والليث بن سعد وكثير من الفقهاء وبعض الاحناف زي الطحاوي وابن الهمام وغيره ايه اقروا على ذلك. والامام المزني من الشافعي كمان قالوا هذا الكلام. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني ليس بواقع، ليس بنافذ. هذه معنى جائز يعني واقع. وقال عقبة ويقاس على السكران كمان اللي واخد مخدر يعني في التخدير خمر، وهو بيفوق من البنك ايه بص كده شاف مراته قدامه ومدروع لا انت طالق، كان اصله متبنج ومتغاظ منها مثلا، واخد بالك؟ لا لانه ايه ده تاثير البنج لسه، فهمت ازاي؟ يبقى كل الحاجات دي ما ينفعش. او اتكلم وهو نايم شاف كابوس مراته بتخنقه بالكابوس راكبه على نفسه بتخنقه، ففي الكابوس انت طالق انت طالق لحد ما صحي من النوم كده لا يقع الطلاق، لانه ده كابوس كلام نايم، فهمت ازاي؟ كلام نايم لا يقع. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبه بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، يعني لا يقع الطلاق بحديث النفس، لابد ان يخرج بالقول او بالمكتوب او مسج على الموبايل، واخد بالك؟ يعني يخرج من نفسه، فهمت ازاي؟ والمكتوب ده لابد ان يشهد عليه، لان ما ينفعش واحد يقلد خطك ويكتب لمراتك انت طالق ويبعت لها جواب وهو بيقلد خطك بالظبط، فلازم يشهد عليه، فهمت ازاي؟ علشان يقع. واشاره برضو ايه؟ اشاره الابكم لو واحد اخرس اشارته المفهمه كالكلام، فإذا أشار إلي إشارة تفهم منها أنها طالق يقع الطلاق، لأن إشارتي كالكلام. واضح؟ وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس اللي هي حديث النفس يعني. وقال عطاء إذا وبدأ بالطلاق إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. دي قضية تانية. يعني ايه؟ قال لمراته انت طالق ان خرجت من البيت، فهل وقع الطلاق بقولي انت طالق قبل الشرط؟ هو بدأ بالطلاق وجاب الشرط بعديها، فهمت ازاي؟ يعني لا انت طالق حدثي الحمد لله قالت له يرحمكم الله لا يزيد الله ويسعدك ان خرجت من البيت، فجاء الشرط مقطوع، فهمت ازاي؟ اتقطع، فهل يقع الطلاق مطلقا ولا له شرطه؟ فهمت ازاي المسألة؟ لكن لو بدأ بالشرط الأول ما فيش إشكال، يقول لا إن خرجت من البيت أنت طالق خلاص يقع على حسب الشرط، لأنه بدأ بالشرط، لكن القضية هنا بدأ بالطلاق وجاب الشرط متأخر، فهل له شرطه؟ بعض العلماء قال لك إن لم يطل الفصل له شرطه وإن طال الفصل وقع الطلاق. فهمت ازاي؟ إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة. احنا قلنا طلاق البتة طلاق بينونة، الإمام مالك كان يعتبره بينونة كبرى ثلاث طلقات، وباقي المزاج كانوا يعتبروه بينونة صغرى، بس ايه يعني معناها طلقة واحدة لكن لا يستطيع أن يراجعها في العدة، سموها ايه بينونة صغرى، اتكلمنا عليها في المجلس الماضي. طلق رجل من امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه، بتت منه يعني، يبقى علقه على الخروج من البيت، فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. بعض العلماء قال لك نسأله، قال لا أنت طالق البتة إن خرجتي من البيت، نسأله تقصد دلوقتي ولا على طول لحد ما تموت؟ نسأله، فقال دلوقتي بس خلاص يبقى تبات النهارده وتخرج بكره وانتهينا، حل مشكله بسيطه، لكن قال ايه؟
إلى الأبد، يعني مش هتخرج إلا وهي ميتة عشان تدفن. نقول له خلاص وقع الطلاق، لأن لابد لهم من الخروج. فهم؟ كانوا زمان لابد لهم من الخروج لأن ما كانش فيه حتى دورات مية في بيته، فلازم هتخرج هتخرج. فهم؟ الرجال أصل إيه ساعات يستخدموا الحقوق الشرعية بطريقة خطأ تخلي الفقهاء يقعدوا يضربوا أمثلة هي في ظاهرها مضحكة لكنها بتقع في البيوت. فهم؟ فقال ابن عمر: إن خرجت، إن خرجتي فقد بدت منه، إن خرجت فقد بدت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري: في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالب ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا، يعني تعمل المدة دي مدة شهر أو مدة يوم أو أسبوع، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته، يعني يستأمن على ذلك. ونقف عند هذا الحد، نقبل إن شاء الله على قول إبراهيم النفعي إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. السبت القادم آخر مجلس للبخاري وبعديه أجازة شهرين، كويس؟ والأحد بكرة والأحد اللي بعده آخر مجلس لمنازل السائرين وبعديه أجازة شهرين إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.